السلام عليكم فادي عواشر، مرحبا بليزابون الجداد. رمضان كريم وعواشر مبروكة. أنا اليوم جيت نبارطاجي معكم طبلة الفطور ديالي، طبلة مغربية تقليدية واحد. وجدت فيها دامين البيتزا، راكم عارفين الطبلة المغربية ضروري يكون فيها لو سالي، ولكن ما تغلقوش. أنا كنت صايمة وكيجيني الجوع وتشهيت، ولكن ما بيان سور ما غناكلش هادشي كامل، ذوقوا شوية شوية. وجدت واحد لا سوب دو بواسون خفيفة كتجي لصحاب ما فيها شي طحين، وغادي نبارطاجي معكم لي غوسيت ديال هاد لا سوب دو بواسون وهاد لي ميني بيتزا. وبالصحه والراحه، يلا معايا دابا نبداو بالشوربه ديال الحوت. وفي المقادير غادي تحتاجوا باكيه واحده ديال شامبينيون نوار، جوج ديال الرويسات ديال سكينجبير، باكيه واحده صغيره ديال الفيرميسيل، وغتحتاجوا الدجاج والكروفيت والكالامار، شي ربعه من الدجاج وربعه من الكروفيت وربعه من الكالامار. وتقدروا تعوضوا هاد الخليط ديال الكالامار والدجاج والكروفيت بهاد الخلطه ديال لي فروي دو مير اللي كتشوفوا، كتبع هاد الباكيه مخلطه فيها كل شيء، حتى هي كتجي رائعه في المذاق. وغتحتاجوا جوج ديال البوارو، غتقطعوهم دي غونديل دويورات رقاقين من الاحسن، وغتحتاجوا عاوتاني جوج ديال البواريات اخرين وبصيله واحده موين، غادي تشلضوهم مع بعضهم بعد الطريقه اللي كتشوفوا. بالنسبه للشامبينيون نوار غادي تغطسوه في الماء سخون مزيان وغتخليوه مده حتى يتطلق، وغتصفيوه كيف ما كتشوفوا، وغادي تقطعوه طريفات صغيرين، وغتحتاجوا كذلك ربيطه ديال الكرفس وربيطه ديال المعدنوس وربيطه ديال القزبر مقطعين. بون انا كيكونوا ديجا عندي في الفريكو، كيجيوني ساهلين هكذا. وكتحكوا سكينجبير، ها كيفاش كتطلع لا سوب. بالنسبه للطريقه، كتشحروا في الكوكوط هذيك البصله ولي بوارو، وكتزيدوا راس ديال المعلقه ديال البزار ومعلقه واحده صغيره ديال سكينجبير عطريه، دامه ديال الحوت، جوج معلقات ديال الزيت نباتيه اولا معلقه ديال الزبده، كتشحروهم 5 دقائق، وكتسيبوا كاع هذوك المقادير وكتعمروا بالماء، وكتشدوا على الكوكوط واحد 20 ثانيه. من بعد كتسيبوا لا فيرميسيل وكتخليوها تغلى واحد 5 دقائق، وهي واجده. وبالنسبه لميني بيتزا غادي تحتاجوا بصله واحده تشلضوها، ولاباط اي ماركه جبرتو عجبتكم، دونك لاباط البيتزا. بالنسبه للصوص انا كنختار هادي، نتوما تقدروا تستعملوا ماتيشا، تقدروا تستعملوا سوليس العاديه، انا كتعجبني هادي بالضبط المصوره فيها بوزروق والبصله، الي تري تري بون، وكنستعملها حتى في لي سباغيتي كتجي مزيونه فيها واحد البنه واعره. وكان ناخد جوج من سوليس و وحيده ديال بانزاني، دونك هادو هما لي صوص اللي كنستعمل في لا بيتزا. وغتحتاجوا لي زيرب، كناخد هاد الخليط هذا فيه الباسيليك، فيه اليازير، فيه الحباق، فيه الزعتره، فيه الزعتر، دونك كاين السم. وغتحتاجوا الفرماج الاحمر على حسب الرغبه شحال ما بغيتو، كتعملوا شويه ديال الزيت في المقله وكتسيبوا هذيك البصيله، كتخليوها تشحر مزيان،
وكتزيدوا هادوك لي صوص بثلاثه بهم، جوج ديال سوليس وواحده ديال بانزاني، كتخلطوهم مع ديك البصيله اللي تشحرت، وكتزيدوا هذيك الضامه ديال الحوت وجوج وريقات ديال سيدنا موسى، وكتخلطوا كل شيء وكتخليوا هذيك لاصوص تشحر مزيان. كل ما تشحرت كل ما جات بنينه. وكتزيدوا الطون حتى تدفيو على لاصوص حتى كطيب، وزيدوا الطون على حسب الرغبه ديالكم. انا عملت هنايا 4 ديال لي بواط. كتخلطوا هذاك الطون في لاصوص وكتنسمو بهذوك الاعشاب في لاصوص نيت وتخلطوا وتعمروا لاباط. كتعملوا لاصوص طوماط وفوق منها الفروماج الاحمر. ويلا هو معايا دابا نوجدوا الطابله ديال الفطور، وبصحه فطوركم. Thank you.